الرحيم وعلى بركة الله يرسل المشاهدين ونتوكل على الله سبحانه وتعالى من دائما وابدا. مع الشوط السابع في مجموعة الأشواط ينطلق مع ألفية الإبكار مباشرة مع المركز الأول. مقدمة هذا الشوط الظبية الظبي محمد بن سعيد الهشامي مع المركز الأول. المركز الثاني هنا متواجدة الشاهنية بتواجد هذا الشعار شعار ناصر بالشراخ الوهيبي. المنطلق على المركز الثاني، المركز الثالث من الجانب الاخر شواهين محمد بن يوسف المالكي على المركز الثاني والمركز الثالث. هنا القادمة والمنطلقة مهمة هزاع بن علي الهديوي على المركز ايضا الرابع وخامس المراكز الوصول مع ايضا مراكزنا المتقدمة. لكن اعود الى الصدارة الى المركز الاول الى مقدمة هذا الشوط الى الانطلاق الجميل والتحدي المثير مع الظبي محمد بن سعيد الهشامي مع المركز الاول المنطلق في هذه اللحظات ومع هذا التحدي الجميل يا سلام والانطلاقة الرائعة المميزة. ولكن الوصول من المركز الاخر والتقدم في هذه اللحظات من شعار الهديوي القادم في هذه اللحظات مع مهمة هزاع بن علي الهديوي، ولكن عادت من جديد هنا وانطلقت بشعار ايضا بن الشراخ على المرتبة الثالثة. اعود الى الثنائي الجميل الى التحدي المثير هنا من ينطلقون مع المراكز الاولى المنطلقة في هذه اللحظات. لكن الهشامي مع المركز الاول هنا من ينطلق مع الظبي محمد بن سعيد الهاشمي منطلقا مع الناموس والانتصار في هذا الشوط الجميل. تهانينا والناموس على هذا الاداء الجميل والاداء المميز. اشكرك ايضا الهاشمي على هذا الاداء الجميل واداء الظبي محمد بن سعيد الهاشمي. تهانينا والناموس المركز الثاني كان بشعار الهدي والمركز الثالث ايضا بشعار بن الشراخ القادم على المركز الثالث. والتوقيت الزمني لهذا الشوط 2:12 والتوقيت الزمني. تهانينا والناموس.